أقوال سيدنا أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه: أي سادة، قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: أم هل تستوي الظلمات والنور؟ جالس العلماء والعرفاء، فإن للمجالسة أسرارا تقلب الجلاس من حال إلى حال. ورد في السنة: من جلس مع 8 أصناف زاده الله 8 أشياء، من جلس مع الأمراء زاده الله الكبر وقساوة القلب، ومن جلس مع الأغنياء زاده الله الحرص في الدنيا وما فيها، ومن جلس مع الفقراء زاده الله الرضا بما قسمه الله تعالى، ومن جلس مع الصبيان زاده الله اللهو واللعب، ومن جلس مع النساء زاده الله الجهل والشهوة، ومن جلس مع الصالحين زاده الله الرغبة في الطاعة، ومن جلس مع العلماء زاده الله العلم والورع، ومن جلس مع الفساق زاده الله الذنب وتسويف التوبة. وورد أيضا: الصحبة مع العاقل زيادة في الدين والدنيا والآخرة،
والصحبة مع الأحمق نقصان في الدين والدنيا، وحسرة وندامة عند الموت، وخسارة في الآخرة. واعلم أن من طرق الباب بالخضوع فتح له بالقبول.